قررت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية غلق مستشفى مار مرقس التخصصي في منطقة سيدي بشر ل15 يوما، وذلك كإجراء احترازي بعد اكتشاف 5 حالات يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا. إحدى هذه الحالات تشمل أحد أفراد الطاقم الطبي. أكد القيمون على المستشفى أن قرار الغلق مستمر حتى الانتهاء من أعمال التعقيم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من فحص العاملين في المستشفى من أطباء وممرضين وإداريين، ليصبح رابع مشفى في مصر يغلق بسبب إصابات كورونا. Thank you.